اهلا بكم مره ثانيه المشاهدين الافاضل متابعي برنامج ري اكشن، ويمكن افصحنا لكم عن الفقره وشفتوا الحله بتاعت الرز. والرز طبعا نحن بنحبه جدا في السودان، بالذات اذا كان باللبن كمان، يعني واللبن بيست بيكون حلو جدا يعني. فنحن فقره تابعونا زي ما ذكرت نحن دايرين نعالج فيها بعض المشكلات الاجتماعيه، يعني الانتقاد او النقد من غير موضوعيه او من غير ايجاد حلول، دي مشكلتنا الكبيره. ما في مشكله انك تنتقد، ما في مشكله انك تقول رايك في اي شيء انت بتشوفه، يعني حاسس انه مفترض يتصلح بشكل او باخر او يتعالج بشكل او باخر، لكن بطريقه تكون افضل وتكون فيها حلول. انا والله سعيد جدا انه يكون معي صاحب الحله ده ذاته والحله بالرز دي داخل الاستوديو وداخل استديوهات قناه انغام، مهند عبد الماجد. مرحبا بك يا مهند، ان شاء الله كويس. الله شرفنا. انت بقيت مشهور، انا سميتك مهند شنو؟ مهند رز. حلة. مهند حله. كيف الاخبار؟ وبالمناسبه هذه الحله طبعا قدامنا، الحله فيها الرز. مهند ممكن تفتح لنا الحله والرز ده؟ فلينا احنا عشان حله بالرز. طيب انا والله يعني سعيد جدا انك تكون معي في الفقره التابعه، بس عايزين اول شيء نخلي المشاهد الكريم يتعرف عليك ويتعرف على المنظمه اللي انت بتجتهدوا وبتعملوا فيها، يعني خدمة كبيرة جدا للمواطن السوداني. أنا مهند عبد الماجد عبد الرحمن، متطوع في منظمة كلنا غيم. هي متطوع منظمة طوعية شبابية تهدف لخدمة كل شرائح في المجتمع. يعني شعارنا واحد، كل ما الوطن منزف إحنا قاعدين، لقمتنا دي بنوصلها لأي زول جعان. يا سلام يا سلام، توصلها لأي زول جعان. طيب بتعملوا شنو أنتوا بالضبط كده؟ كمنظمة بتعملوا شنو؟ احنا يعني عندنا كثير من المبادرات. عندنا هالمبادرة بتاعت الإطعام بتاع أطفال الشوارع، كنا مستهدفين فيها أطفال الشوارع في فترة الجائحة، نقدم فيها كان 7000 وجبة في اليوم لقرابة 4 شهور متواصلة الكلام ده. عندنا كثير من المبادرات، مبادرة استراحة أطفال السرطان، مكتب المتعففين بشارع الحوادث، يعني عندنا نشطين في كثير من الأعمال. طيب قبل ما اجي انا نشوف انتم الدعم بيجيكم من وين، وكل الجهد الكبير اللي انتم بتبذلوه من اجل انكم توفروا لقمه للضعفاء وللمساكين، خلينا نجي للحته المهمه اللي انا من اجلها خليتك انك تكون متواجد معنا داخل استديوهات قناه انغام وفي برنامج رياكشن وفي فقره التابو بالتحديد. كلمنا عن المشهد قبل شويه، شفناه وشافه كل الشعب السوداني، حتى العالم كله شافه، اللي هو الفيديو اللي طلع، اللي هو الفيديو ده هو في فيديو بعد شويه هنشوفه. وقدامك حله الرز وانت في مطار الخرطوم، والناس كلها بتتكلم انت كيف يعني تكون في حله بالشكل ده وداخل مطار الخرطوم الدولي. كلمنا عن الحصل ده. اول حاجه انا بتكلم ليك عن الحله عشان تاني نصل نجي لحاجه ثانيه. يا جماعه والله الحله دي انت لو عارفينها عانت كيف، ليه 4 شهور صامده تدعم في اطفال الشوارع، يعني ما قصرت. اول حاجه قبل دي الحله بالاول، خلينا من الحاجه الجول فيها ايا كانت، مش حاجه بسد الرمق ده المطلوب. يعني حاجه نحن يعني الحله دي اصلا جايه كانت كان في تقدس امني في المطار في الايام الاولى للاهالي بتاع العالقين، كانوا منتظرينهم برا والمطار مقفل، ما في اكل ما في مويه ما في اي حاجه ما في اي شيء. طيب نحن عندنا العربيه بتاعتنا بتمشي الخرطوم، بنمشي نوزع في المراكز الصينية في الميناء البري، عندنا مستشفيات بنمشي نودي لها حليب للأطفال. فقلنا نقش معانا ندي النازل، وصلنا ادينا ناس الارتكازات، ادينا الأهالي قاعدين برا. اتفاجأنا انه العمال بتاعين المطار كلهم شنو محتاجين أكل، لأنه ما في أكل بجد. نزلنا حلتنا بكل بساطة، ودي غيمنا يعني، زوج جعان بيتصل بأي حاجة. نزلنا الحلة وخشينا بدينا نوزع، يعني كان في قبول بس كلها العمال بتاع مين، طلعنا من هناك مبسوطين ان احنا ودينا حاجه لزول جعان. طيب انتوا وزعتوا الرز باللبن ده داخل الصاله للعمال بس، ولا حتى العالقين اللي هم كانوا موجودين في اللحظه ذيك، اللي هم الطائره بتاعتهم كانت يمكن؟ والله هو اصلا ما كان مستهدف هو العالقين، لانه العالقين احنا بنستقبلهم نقدم لهم المويه والبارد الحياه، لكن في عالقين كانوا جو جعانين. يعني انا بحكي لك انه كنا قاعدين في العربيه من عبد ندي في الناس، يا واحد معاه وزوجته طلب منا انه نديه، بعد اديناه قال لي بكم، قلت له انا ما بقدر. الناس كانت جعانه بجد، المطار كان مقفل والناس محتاجه للوجبه دي ببساطه. ببساطه يعني رز. طيب
طيب اخيرا دي قدرتنا احنا. انا عايز اجي ليه انتوا سلطات المطار هي سمحت لكم ان تدخلوا داخل الصاله؟ ايوه بموافقتهم يعني. ايوه هم يعني حتى زادوا قاعدين في البوابه جوا كلهم كان غطيناهم. طيب وانتوا اصلا كمنظمه موجودين، انا عارف انكم انتوا طوال موجودين في المطار، يمكن حتى بتبيتوا في المطار وبتكونوا. ايوه هسه انا لاحظت لي تعبان وبتاع والله لي يومين ما نمت قاعدين في الاستقبال، حتى الشباب برضه يعني كلهم معانين عشان اهلنا وانه نقدم لهم خدمه ونستقبلهم بوجه جميل وكذا. يعني انتوا من بدت الجائحه دي بتوزعوا للموجودين في المطار يعني ولا بس العالقين؟ لا المطار ده قام مع العالقين. مع العالقين. مع العالقين. نمتز الغضب بتاعه وبتاع يعني الزول لما يجيك من برا يقول له انا متطوع جاي عشانك وكذا يعني الغضب اللي جايبه بيبرد شويه كده بيقدر يتفاهم معك. طيب في ناس تكلمت عنكم بشكل كويس انكم يا اخي انتوا في النهايه كشباب قاعدين تقدموا خدمه للناس بغض النظر عن شكلك يعني. والناس اللي هي وقفت ضد الفيديو ده والفكره دي انه يا اخي كيف ده مطار دولي انتم تسهروا فيه بالشكل ده؟ طيب ما كان في طريقه افضل من الطريقه دي انتم تسهروا بها في مطار الخرطوم الدولي؟ يعني بدل ما كانت حله مثلا انتم طوالي مثلا الرز ده يعني خلينا اقول لك الرز ده كان طوالي مثلا يكون كده بالطريقه دي، طوالي انتم تقوموا تخطوه في نفس الطريقه دي وتجيبوه للناس المحتاجين يعني وتكفروا زي الطريقه اللي انتم عاملينها دي، ما كان في طريقه افضل من كده؟ والله هو الطريقة فيه لكن أول حاجة زوم مضايق يعني حاجة البرتقالات ليش ما في داعي للبرتقالات، ما في حاجة بتستحق إنه في آخر النهاية إحنا كلنا سودانيين ودي وجبة بتصل يعني بأي شكل هي وصلت لزوج جعان، ما يعني القصد بقى إنه هي تصل كيف، القصد إنه هي حتصل تمشي لزوج جعان بس تمشي لزوج جعان. طيب ال سلطات المطار كانت موافقة. طيب هو انت بتوافقني الراي انه والمشاهد الكريم انه اصلا هو المطار مقفول صح؟ أيوة. يعني الناس الموجوده في المطار دي كلها سودانيين يعني زي تفيتنا يعني العالقين دول هم في النهايه سودانيين سودانيين يعني ممكن نقول في مبرر انه برضه المطار هو ما مفتوح اصلا للاجانب وكده في مبرر زي ده؟ أيوة. يعني هو انا ما بقول لك ده مبرر الاخير ما مبرر حتى لو كان المطار فاتح في ناس جعانين انا بصله بتصله باي شكل مشكله. طيب انتوا غير الرز ده هسه بتقدموا شنو في الصاله؟ في الصاله عندنا وجبات يعني بتجهز للمواصفات بتمشي للعمال وكده بتقدموا مويه مويه وباريد كده في السلطات اللي قاعده بنقدم لهم الاكل اللي احنا ذاته يعني في اليوم بتمشي قريب 1500 وجبه. طيب فطور وغداء عشاء بصراحه كده الهجوم ده اثر عليك انت مهند؟ انا والله ضربت لك وتكلمت معك كثير صح؟ وكان هدفي كله والله انه مهند ده يعني همته ما تخور زي ما يقولوا ويقنع من خيرا في 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 الناس يعني وهو في النهايه شاب في مقتبل عمره قاعد يقدم خدمه تطوعيه اصلا ما قاعد ياخذ عليها حاجه. جاك احساس انك يا اخي انا مالي مال الكلام ده واخلي العمل التطوعي ده واخلي الناس اللي بتتكلم دي اللي تجي تشتغل؟ اجاني والله لانه انا طالع الشارع ده عارف الحياه اللي حتواجهني يعني حاسمع كلام في اخر النهايه خدت ورا ظهري انا الحياه الدائره وصلت لها. ثاني حاجة أنا بتعامل مع أطفال الشوارع يعني شريحة ممكن تسمع منها أي حاجة كده كلام دي أنا ما شغال به أبي أسرع لي بل بيزيدني قوة إنه أنا أمشي لقدام. طيب خلينا دي بعض المشاهد لكم في مطار الخرطوم. يمكن نحن كاميرا قناة أنغام أخذتها في اليومين اللي فاتت ودي مشاهد للمطار الآن. ممكن في تجهيزات برضو يا مهند لأنه المطار من المحتمل أنه يفتح أو المطار يستقبل الطائرات السودانية والأجنبية في الأيام القادمة في عندك حاجة زي دي ولا لا ما تقدر تتصرح لنا؟ أنا بس عندي مويتي وحياتي بقدم عليه عندنا ناس مختصين. طيب إذا في إفادة مخرجنا لواحد من الشباب في المنظمة. طيب في إفادات بعد شوية نحن نشوف الإفادات. مرحب بكاميرا قناة أنغام في مطار الخرطوم وهي تكون معنا حضور في استقبال أهلنا العالقين العائدين من أرض الغربة. نحن هنا موجودين
لانه بجد حسينا انه نداء الوطن بينادينا في التوقيت ده انه نحن نكون قريبين لملف الناس اللي جايه من برا، لانه كلنا عايشنا في الميديا وفي الاسفير معاناتهم، وهم كانوا بيفترشوا الارض امام القنصليات وامام السفارات. فلذلك كان حرصنا تماما على ان نحن نقدم الدعم النفسي، لانه حسينا انه ده دورنا تجاه القضيه حقتهم دي، اضافه لانه كنا حريصين على انه البلاد بتعيش جاي حقت كورونا، انه نضمن دخول امن للوافدين بشكل يحافظوا فوق على المسافات الاجتماعيه بيناتهم. والحمد لله هسه حاليا نحن بنمشي على الاسبوع الثاني، ونجح المتطوعين او متطوعي كلنا غيام او المتطوعين عموما في انهم يقدموا تقديم جميل جدا ويقدموا خدمات جليله جدا في الملف ده. وما كنا نحن برانا، كان يعني بجد انا حابب عبر المساحه دي احيي كل الناس الموجوده هنا من ضباط الجوازات او اداره المطار او الكادر الطبي، على انهم هم كانوا حريصين وكانوا بيقدموا خدمه استقبال الاهل بشكل مليان بالحب، مليان بالاحساس بهم، مليان بالاحساس بمعاناتهم. بحيي عبر النافذه دي كل المبادرات او كل الاجسام التطوعيه اللي كانت في المطار مع منظمه كلنا اغيم. ضيف هذا من احد الشباب في المنظمه. طيب انتم برضو بالمناسبه عندكم مطبخ صح؟ بتسموه مطبخ ولا مخزن؟ مطبخ غيم الخيري. ممكن انا احكي لك القصه بتاع المطبخ يعني من بدايته كده. تفضل. فاصلا كان ظهر اعلان في 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 الجرايد انه في اطفال اتسربوا من المدارس بسبب الجوع وكده. الاطفال ديل في الصفوة غرب سوق ليبيا. فنسبه لانه الكلام ده في النظام البائد كان. الجوع وكده حاجه خطيره بالنسبه للحكومه، قامت شنو؟ صادروا الجرايد منعوا انه اي زول شنو؟ يصلوا. يعني حتى نحن ذاته عشان نودي لهم الوجبات دي المواد التموينيه كان بتمشي بالتهريب. عشان تصل للأطفال ليل عشان يأكلوا بالدارج كده. فكان المطبخ هناك بيقدم وجبة الفطور للأطفال اليتامى والمحتاجين، بيودي لهم بيتجهز في اليوم 1300 وجبة. بعد ده قلنا إحنا نطور الفكرة ونقولها للعاصمة. انتقلت لشارع 15 في الخرطوم، كونتينر كده صغير، فبدينا فيه هو شغل لأطفال الشوارع والمرافقين في المستشفيات. يعني ما عدينا زي شهرين ونص جات الجائحة. انتقلنا لبيت في بحري، أصبح يعني مطبخ مركزي بالنسبة لنا. حتى كمان هسه في فاعل خير رجل الأعمال حازم يتبرع إنه يعمل لنا مطبخ مواصفات عالمية تكلفته 150,000 دولار. وبدينا فيه يعني توسعت الوجبات من 3,000. بعد انتقلنا لشارع 15 بس بقت 7,000. طيب الدعم بيجيكم من وين؟ انا قبل شوي انت قلت لاحد رجال الاعمال هم يعني دعمكم ب 150,000 عشان ما تعملوا مطبخ جديد. الخيرين كنت عارف شلون؟ خيرين كنت عارف والله. يعني حتى الزول المسكين لما نشوف الحاجه دي احنا بنمشي المستشفيات تدي الزول يقول لك يا سلام ده عمل جميل، تحكي لي القصه بديك سهله. بديك سهله. طبيعه السودانيين يعني بديك الحاجه السهله بتشيلها منه بصدر رحب. حتى نحن في خلال فترتنا دي كنا بنوزع للارتكازات في الشارع، نحن ماشيين بنوزع للارتكازات. تحكي لي الفكرة طوال بديك السهل. بديك السهل. طيب نحن وصلنا لختام الفقرة معك يا مهند، فقرة تابو. يمكن أنا عندي مقترح قدمته لكم أنتم وخلينا نقوله على الهواء مباشرة هنا، بحيث أنه كمان ندعم الفكرة دي. في فكرة بتاعت اسمه مخزن الطعام، يمكن الفكرة دي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا شفتها صراحة في إحدى القنوات. وفي فلوريدا في العديد من المدن بتلقاهم عندهم مخزن كبير كده، والناس شويه ظروفها صعبه وكده، فبتيجي تجيف بالصف يعني وبتاخد وجبات. الفكره في شنو؟ في انه يا جماعه الشعب السوداني ده كله الاكل اللي انت عندك في البيت الفايض عنك ده، بتقوم المنظمه دي بتتواصل مع الناس عن طريق تلفونات، عن طريق اي كونتاكت، بحيث انه انت تتصل عليهم تقول لهم يا اخي انا والله عندي وجبات فايضه، عندي رز فايض، عندي بصل فايض، عندي كده، بيجي يشيلوه. فدي الفكره كده.
برضو المطاعم الفائد من الاكل الكويس يعني ما ما يكون فيه مشاكل واستخدم بطريقه ما نظيفه فبيستبعد الاكل اللي بيكون كويس وكده. برضو المنظمه بتاخده بيو في مخزن زي المطبخ بتاعكم ده وبيعملوا اعاده للاكل ده بشكل كويس وبيوضع في صحانه زي ده وفي بتسموها شنو انتم اطباق كويسه وبيوزع لاكثر من 5000 مواطن يوميا. فاتمنى انه ان شاء الله الفكره دي الناس تجتهد فيها وفي الفتره القادمه ان شاء الله عبر منظمتكم ان شاء الله لا ان شاء الله يعني كل الحياه لو الناس اجتهدت عليها وبقى في دعم بتمشي وشعارنا احنا سوا بنقدر سوا بنقدر. أيوه. يا سلام شكرا لك يا مهند وخلينا نذوق هو بلمن بيست تفضل بلمن بيست. المشاهدين الافاضل معانا بعد شويه فقره ثانيه كمان ان شاء الله مواهب موجوده في السودان كثيره جدا ما تمشوا بعيد خليكم معنا.